حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يملي للظالم أي يمهل الظالم ويؤخره ولا يعجل بعقوبته، لكنه لا يتركه سبحانه وتعالى، فهو جل في علاه يمهل ولا يهمل. والظالم وإن طال ظلمه فالعقوبة حالة به ونازلة لا محالة، وأخذ الله عز وجل للظلمة أخذ شديد. ولهذا فإن العاقل لا يغتر بنفسه ولا بإمهال الله سبحانه وتعالى له، لأن الله يستدرج الظالم ليزداد إثما فتضاعف له العقوبة ويزيد العذاب. فهذا الحديث حديث أبي موسى حديث فيه التحذير من الظلم، وأن الظالم لا يغتر أن طالت مدة ظلمه وهو مثلا في عافية أو في ازدياد في مال أو صحة أو غير ذلك، فإن العقوبة حالة به ونازلة على ظلمه وإن تأخرت. وإذا أخذه الله جل وعلا أخذه بغتة ولم يفلت، ولهذا قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن يطالع التاريخ وأحوال الظلمة والطغاة والبغاة وكيف أحل الله سبحانه وتعالى بهم العقوبات جزاء وفاقا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.